السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من حسن الحظ راني فرحان الحمد لله. اليوم السبت 24 شهر 8 2024. ها هو القطيط اللي هو مسكين اعمى من عينيه، دابا جاي وتنقول يا ربي لقاه. واحد السيد راه عيط ليا من قنيطره، قال لي جيبوا صيفطوا ليا، انا دابا غادي نهبطوا ليه المعارف لواحد السيد، واحد السيده من العائله ديالو غادي يبقى عندها، شوف واش في العشيه يدوز ليه ولا غدا. المهم قال لي صيفطوا لي اليوم، جيبوا لي اليوم قبل يعني ما يتوضا عاوتاني مسكين. انا دابا غياكل ويساري. انتم الوليمه ديالهم اللي حطيت لهم هما مجموعين على مساكن، شتو ها هو تنقل، شتو ها هو تنقل من هاد الطبله لهاد الطبله، القضيه راه فيها الحوت اليوم والدجاج والحمد لله بخير وعلى خير. ها هو يا شتو ها هو انا مزيناتو مسكين، ما يستاهلش الزنقه، والله ما يستاهلها بالله. نظرا راكم شفتوا الفيديو اللي درت لكم، يعني فيديو مؤلم مؤلم مؤلم، يعني كون بقى له في الشارع وما تصادفتش معاه صافي كان الله غفور رحيم به والله العظيم، لان ما كيشوفش وما عارفش يعني الطوموبيلات واش دايزين من حدا. راكم شفتوا المنظر ديال الكلب في الصباح، الكلب كيدور حدا وما شيفوش مسكين، تشم الريحه ديالو عاد هو يدير هذيك سميتو باش يدافع على راسو، ولا ما شيف والو مسكين. لا اله الا الله، شفتوه انا مزيناتو شفتوه، ولكن الغالب الله القلوب الرحيمه ما بقاتش كثيره، ولكن الحمد لله كاين الناس اللي هما باقا فيهم الرحمه بحال هذا السيد هذا. كيف شاف الفيديو مسكين قال لك صيفطوا ليا، ها هو الحمد لله غادي يمشي دابا ان شاء الله ندير المعارف شفتوه، ومن المعارف السيده غتكلف تشوف كيفاش غادي دير حتى تصيفط له. المهم هما بيناتهم انا ما عرفش، المهم اللي الاهم في هادشي كله هو قال لك دير للسيده المعارف، ومن المعارف هي غتكلف باش تصيفطوا ليه القنيطره. هاد السيد اللي من القنيطره الله يكثر خيرك والله يجعلك هاد العمل هذا بميزه الحسنات ديالك. انا نخليه يزيد ياكل حتى يشبع، وديك الساعات غنديروا في كريتينا ونديه ليه ان شاء الله باذن الله. انا غادي نبشركم، ها هو انا غادي نعيط ليه دابا وغتشوفوا بعينيكم وتسمعوا بودنكم ان شاء الله باذن الله. فوالا بقيتو معيط ليا مسكين شحال من خطره مع الموتور، ما كنسمعش التليفون وما كنجاوبش واخا نسمع لان صايق ما يمكن لياش. ها انتوما نطلبوا الله سبحانه وتعالى تمشي الام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي. نعم اسيدي الله يجزيك، راني مشيت دابا المنطقه راه كاين الحمد لله هو تياكل. نعم كاين موجود الله يجازيك بخير، ها هو موجود. صيفط عليا في ميساج، صيفط عليا في ميساج الله يجازيك بخير. ما عندكش واتساب في هذه النمره؟ هذه فيها فيها الواتساب، هذه فيها الواتساب. واخا الله يجازيك بخير، صافي عطيه صيفط لي النمره وانا نعيط للسيده ونهبطوا لها دابا ان شاء الله باذن الله. واخا الله يفتح لك ابواب الرحمه، وانت ديك السيده الله يجازيها بخير والله يجعل لك هذا العمل ميزه الحسنات ديالك ان شاء الله. الله يفتح لك ابواب الرحمه، الله يفتح لك ابواب الرحمه، جزاك الله خيرا. راه تا كنقولوا صافي ما بقاتش سميتو الرحمه، ولكن الحمد لله كاين الناس رحماء الحمد لله. الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. انا راه فرحتيني وقد ما غتفرح حتى الناس. مع العلم راني داير هاد راني داير فيديو وقلت فيه بان راك غادي تتمناه. نطلبوا الله يا ربي الناس يدعوا معك ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا. شكرا يا اخي، شكرا، جزاك الله خيرا. يلا بارك الله فيك، السلام عليكم. فوالا كيف سمعتوا انا غنديروا ليه فكرتينا بمن بمن ياكلوا. خوتي محبي القطاط، وفي هذه اللحظه دي كما سمعتوا الاخ خالد تحياتي ليه على داكشي اللي كيدير الله يوفقه. هنايا شوفوا المفاجاه، يلا واحد جوج ثلاثه، وربما راكم عرفتوها راكم شفتوا القطاطات كيشموا. اخيرا واحد جوج ثلاثه، ها هي القطيطه اللي خوكم شقى قدرني الله عز وجل، وكنطلب الله يرزقني الصحه والسلامه باش نقدر ندير اكثر. منين شفت الفيديو ديالو وخصوصا هاد القطه بصيره قلت غنتكلف ونتسلف، وبجهد الله ما غيفوتنيش ربي وغادي تكون عندي هاد القطه. علاش؟ لحقاش عشت واحد الحياه مع شافيه البصيره، اللي ما كيعرف شافيه البصيره ها هو غادي يشوفها الاخوان في الفيديو كيفاش غتعامل مع هاد القطيطه ولا هاد القطيط مازال كاع ما اكتشفتو. هنا ديتو للبيت من بعد ما وصل فيه الجوع مسكين ولا فيها الجوع مسكينه. المهم راه سميتها سميره ولا سامير وحده في الجوج.
شوفوا عوينتها. قلت والله تا غندير هذا العمل الخيري وغادي نتطوع وغادي نعيشها معايا بحال شافيه، وان شاء الرحمن بقاو معايا وغادي تشوفوا هذه القطيطه كي غادي تنقى وكي غتولي، وغدا ان شاء الرحمن الاثنين غتشوفوها عند الطبيب. دعواتكم الاخوان، دعواتكم وانتم كتشوفوا الروينه ديال التخمال. يلا خليوا لي الدعوات والكومونتيرات. سبحانك يا جليل على قولت الله اكبر، سبحان الله العلي العظيم. اقسم بالله الا تقول بلي انها عرفتها مسكينه بصيره. سبحانك يا جليل، هاد شافيه راه ما شاء الله. شو مسكينه، شو الحبيبه شو شافيه الحبيبه المسكينه.